جان هلأ بعت لي مسج جديد، الولد عم يسأل إذا بدنا نروح ولا شو. ولد هو بعمر أبوكي صفاء. روح روح شباب. رح تجي معي؟ لك خلاص مو جاي على بالي. يعني بدك تقضي حياتك من المعهد للبيت ومن البيت للمعهد؟ أصلاً أنت شو فارق معي؟ شي سامي بيعزمك على العشاء وشي سعيد. المغامرات اللي عم تعيشيها ما شاء الله ما لها حدود. صفاء هون بس لحتى تسمع القصص منك. يا ريت حياتي هيك بسيطة وبدون المشاكل والتعقيدات. حكي. خلص بقى لا تزعلي رح روح. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. صفاء اتأخروا ما؟ تعي خلينا نقعد بشي محل قريب من هون وهيك ما منتأخر بالرجعة على بيوتنا. لك شبك والله مليت من هالكافتيريات الرخيصة اللي منروح عليها. خلينا نروح على المحلات الفخمة ونشوف حياتنا شوي. ها ليكن وصلوا.